بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين تاعي الكرام، حفظكم الرحمن أينما كنتم داخل المغرب أو خارجه. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال والظروف. عواشركم مبروكة، تدخل عليكم الصحة والعافية وراحة البال. الكومنتارات تاعكم زوينة والتشجيعات تاعكم هي اللي كتحفزني نزيد القدام ونستمر في إعطاء الوصفات. شكرا لكم المتتبعين ديالي بزاف، كنشكركم من أعماق القلب ديالي. بكم انتم غادي نقدر نزيد الأمام ونقدر نجيب لكم الوصفات البسيطة الطبيعية المجربة. كل الوصفات اللي كنجيب لكم راه ديما تنقول لكم راها مجربه مني شخصيا، حتى كنجربها ونجربها ونتاكد من المصداقيه ديالها عاد كنعطيها لكم. نتمنى تفيدكم وتفيد اعز الناس هاد الوصفه. اليوم جبت لكم هاد الوصفه، صدقوني راها وصفه هائله، زوينه زوينه بزاف ومفيده. نتمنى يستفد منها الكثير من الناس. المتتبعين ديالي العزاز، انا جيت نتقاسم معكم هاد الوصفه الهائله، وكنعتبرها ارخص واسرع وصفه تشافيك من عرق النسا او السياتيك، وخصوصا احنا مقبلين على عيد الاضحى. صدقوني اليوم جبت لكم واحد الوصفه هائله وزوينه بزاف ومفيده، نتمنى تستافدوا منها الكثير من الناس، وخصوصا احنا على ابواب عيد الاضحى. وهالوصفه غادي تعود في متناول الجميع، غادي تكون موجوده في كل بيت، ما غاديش تنوضوا تشريوها. متتبعين تاعي الاعزاز، بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه بعد ما جربتها على نفسي وعلى الزوج تاعي. كنا كنعانيو من السياتيك، كنا ما كنقدروش نمشيو بزاف وما كناش كنقدروا نوقفوا، حتى الجلوس مده طويله ما كنش كنقدر، كان كيضرني الظهر ديالي بزاف. كنت كنشرب الدواء، لكن الدواء راه غير مهدئ، من بعد كيرجع ليا الالام تاع الظهر وكيهبط ليا حتى رجليا لتحت، كنحس بحال شي زلاق كيزلق ليا في رجليا. عانيت بزاف من هاد السياتيك، وانا دابا الحمد لله والشكر لله قدرت نتشافى نهائيا من هاد الالم، وليت عاديه من بعد ما جربت هاد الوصفه المعجزه. بصراحه اعزائي المشاهدين، بصراحه راها معجزه ربانيه، صدقوني. راه كاين لي دواء غير نخاله، شحال من واحد كيشوف شي وصفه بسيطه وكيستهن بها وما كيبغيش يجربها. هذا هو مشكل ديال كثير ديال الناس، كيستهنوا بالوصفات البسيطه الطبيعيه. الناس القدام راه كانوا كيداو غير بالوصفات الطبيعيه، وهاد الوصفه كنعتبرها ارخص واسرع وصفه تشافيك من عرق النسا او السياتيك او بزلوم. دابا حنا غادي نكونوا مقبلين على عيد الاضحى، الله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه، لا فاقدين ولا مفقودين. الوصفه كتكون من عنصر واحد، هي الديل ديال الخروف. يعني هاد الديل ديال الخروف غادي يكون موجود ان شاء الله في هذا العيد المبارك السعيد، غيكون موجود في كل دار. ما عليكم الا تحيدوا العجز وتجربوا هاد الوصفه، راها وصفه من الطب النبوي، راها قديمه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النسا آلية شاة أعربية، تداب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. الحديث هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح وواضح. كيف ما شفتوا المتتبعين ديالي العزاز، أن هذه الوصفة قديمة بزاف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ما شفنا أن في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم الوصايا ديالو هو التداوي بآلية الخروف من عرق النسا أو السياتيك، ومن هو أصدق حديث من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفة اللي هي من وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كله هو صادق. اذا اللي بغى يتعالج واللي بغى ترجع لي الصحه ديالو، يمشي ياخذ الدواء من احسن صيدليه في العالم، اللي هي صيدليه محمد عليه افضل الصلاه والسلام.
المتتبعين ديالي العزاز، دابا غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيف ما قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ما جربتها على نفسي. ثقوا بيا، راها وصفه زوينه بزاف تستاهل التجربه. الوصفه ثقوا بيا راها تستاهل التجربه، وخاصه هي من الطب النبوي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي تاخذوا الديل ديال الخروف كيف ما كتشوفوا، وما تخافوش من الدهون، ما تخافوش من الدهون، هاد الدهون راها غير مضره، راها دهون مفيده للجسم. غنشدوا هاد الدياله وغادي نقسموها لعده اجزاء. راه بفضل هاد الحديث لقيت انا الشفاء، وبغيتكم حتى نتوما تجربوها وتبارطاجيو هاد الفيديو باش تعم الفائده. فالدال على الخير كفاعله، ما تخليوش عندكم الوصفه، خليو غيركم يستافد منها، راها وصفه سهله بزاف. غتشديها غادا تقسميها لعدة أجزاء، غديرها في شي إناء وغتحطيها فوق واحد النار مهيلة. راه ثقوا بيا، راها وصفة راه كتعالج. هاد الألم ديال الظهر غادي يختفي في دقة وحدة. كل ما شافش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما شافش الشفاء ما كانش غادي يعطيها لينا. المتتبعين ديالي العزاز، انا بغيتكم تجربوا هاد الوصفه وتداويوا نفسكم وتشافوا كما تشافيت انايا. فان الذي خلق الداء خلق الدواء، راه ساهله الوصفه بزاف. ديروا على واحد النار مهيله وعندكم خليوا داك الدهون حتى تذوب كامله. المهم خليوه على واحد النار مهيله بزاف، وخليوه واحد المده حتى تطيب على خاطرها، حتى ديك الدهون كلها تحيد من ديك الدياله او داي الخروف. كل واحد وكيقول، الاكثريه حنايا هنا كنقولوا الدياله. الوصفه كيف ما كتشوفوا سهله بزاف، وكتكون من عنصر واحد هو داي الخروف. ودابا حنا مقبلين على عيد الاضحى، ودابا داي الخروف غادي يكون موجود في كل دار. واغتنموا هذه الفرصه وما تضيعوهاش، وجربوا هذه الوصفه اللي هي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وضروري غتكون النتائج ديالها مضمونه 100%. وعندكم تحرق ليكم، ديروا على نار مهيله بزاف. دابا راني حاطه على النار وخليتها كطيب، وكنهضر معاكم حتى يخرج منها كل داك الزيوت. وغادي نوريكم داك الزيوت اللي خرجت منها. حركوا ساعه ساعه، كنمشي نحركها ونجي. المهم حركوها وخليوا هذوك الدهون حتى تذوب كامله. سبحان الله، الدهون راها معجزه، خلق الله فيها الشفاء من مرض مستعصي بزاف. هدي الخروف، سبحان الله، ديك الدهون ديالو جعل الله باش تشافي لينا هذا المرض اللي كيمشيو الناس الاطباء. شحال من واحد كيمشي للطبيب، واكثر الناس هادو اللي عندهم هاد السياسات كيمشيو للطبيب تقول لهم عمليه جراحيه، وهاد العمليه الجراحيه ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، وممكن يبقى فيها الانسان مشلل حياته كامله. المهم هاد الوصفه راها في متناول الجميع وسهله، وما غاديش تشريوها من حتى شي حاجه موجوده. وخصوصا انا علاش درت لكم هاد الفيديو، لان قريب العيد، ويعني باش الانسان يغتنم هاد الفرصه وما يضيعهاش. الوصفه كيف ما كتشوفوا سهله بزاف، المكونات ديالها هو داي الخروف. بقيت حاضيها حتى طابت، خدت لي الوقت ديك 13 دقيقه حتى 15 دقيقه. المهم عدت النار مهيله بزاف، ملي طابت لي وخرجت كاع الدهون اللي فيها قسمتها لثلاثه القطع متساويه. خديت واحد ثلاثه الكؤوس، كل كاس كبيت فيه شويه. المهم داكشي متساوي، وكل نهار على الريق، يعني قبل ما نفطر قبل ما ناكل حتى شي حاجه، غادي ناخذ هذاك الكويس ونشربو ونخليه حتى الغداء ان شاء الله. عاوتاني مع الصباح على الريق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، غادي ناخذ الكاس الثاني وغادي نشربو على الريق، وهكذا حتى النهار الثالث هو هكاك، وناخذ نشرب على الريق ما ناكل حتى شي حاجه ثلاث ايام متتابعه. وان شاء الله باذن الله غادي يجيب الشفاء، فالشافي هو الله. وخديتو الدواء من احسن صيدليه، هي صيدليه محمد عليه الصلاه والسلام، وكنتمنى الشفاء للجميع. يا ربي شافي كل مريض. اتمنى ان اكون قد افدتكم بهذه المعلومات القيمه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي.
التي هي قناة حواء للمعرفة والموعظة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.